السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة الريشة، قناة لوبانسو، قناتكم بامتياز. ان شاء الله معكم انا امياء، غادي نكون معكم في هذا الفيديو. ديجا شفنا جوج ديال الدروس في الصباغة على الزجاج. كان الدرس الاول درس نظري اللي تعرفنا فيه على المواد اللي كنستعملوه في الصباغة على الزجاج، والدرس الثاني كان درس تطبيقي اللي تعلمنا فيه كيفاش نشدو لو سيرن وكيفاش نشدو الفاشون، كيفاش نتعلمو نخططو ونرسمو لي كونتور بهم. فان شاء الله تطبيقا لهذا الدرس اللي خدمنا، غادي نخدمو ان بلاطو اللي هو انا اختاريت انني ندير بلاطو صغير فقط ديال القرعه والقرعه ديال الماء، قرعه ديال الماء والكاس. ما تفهمونيش غلطين، قرعه ديال الماء والكاس. يعني بلاطو غيكون الحجم ديالو صغير. انتم الا بغيتو ديروا بلاطو كبير ماشي مشكل، كل واحد يدير البلاطو اللي بغى. مي الشكل ديال البلاطو كيفاش غادي يكون، العرض ديال البلاطو، الطول، الكاباغي ديالو فين وعند من وكيفاش غادي نصايبوه، بغيتكم تمشيو معايا نيشان باش تشوفوا مباشره ملي كنمشي للمزاج كيفاش كنتعرف، كيفاش كنختار الشكل ديالي اللي بغيت ديال الزاج، وكيفاش غادي نقطعوه، والعبار ديال الزاج شحال غيكون فيه، وكلشي المعلومات ان شاء الله غادي تشوفوه معايا. يلا يلا تمشيو معايا للمزاج. مشينا بحال كتشوفوا، جينا عند المزاج غادي نشوفوا البلاطو اللي غادي نقطعو. نديرو سلام سعيد، صافا كي داير؟ بخير الحمد لله. يلا قولي لنا شنو تقطعنا اليوم في البلاطو؟ نقطعو على الله نديرو 4 سنتيم هنا. علاش؟ على 4 هكا. نتراسيو 4 سنتيم هنا، نتراسيو 4 سنتيم هنا. يعني نتراسيوها في لي كاتر كوتي. 4 سنتيم هنا، 4 سنتيم. 5. البنات هادشي كنوريه لكم باش حيت ممكن تمشيو عند واحد مزاج اللي ما مولفش كيقطع لي بلاطو. سعيد هنا راه مولف تيقطع لي بلاطو، عنده لي كاباري ديال لي بلاطو كبار، مي انا بغيت بلاطو صغير، داكشي علاش غادي نديرو كاباري انا وياه. مرحبا. كنتراسيو هادي هكدا. فوالا هادي الزاجة شحال فيها سعيد؟ هادي فيها 30 على 40. فيها 30 على 40. غادي نقطعو 4 سنتيم من كل قنت باش نحيدو دوك الجناب، ما بغيناش البلاطو يكون مقنت. شي جي شحال الا فيها فوق الناس؟ 5. أو غادي نقطعو، نسيت كنصور بعدا بالطول أنا، معليش. فوالا البنات ها هو ديما هنا 4 4. كنقطعو هاد هنا، غنقطعوه القنيطة تكون صا. الناس اللي غيسولوني على المحل، هاد مول المحل ديال الزاج فين كاين، كاين انا نوريكم فين. بالنسبه في الرباط في الجي 5 غادي نوريكم بالضبط باش تجيو عندو نيشان اللي الناس ديال الرباط والناس اللي قراب هنا للجي 5 فين كيقطع لي كاباغي ديال لي بلاطو. ما يمحنكمش هانتوما بحال اللي كتشوفوا لتحت كاين السوق النموذجي، السوق النموذجي اللي حدا الرون بوان ديال المنال. السوق النموذجي مع طلع لي اون فاس معاه، هو كاين هكذا غتلقاو على اليسار ديالكم. فوالا هو تيحك ليا الزاجة ما تلقاش كتجرح. فوالا هنايا في المونتاج اضطريت انني نحيد الصوت، لان الصوت ديال هاد العباد اللي كيحك بها صوت كان مرتفع، وصوت الطيور ما تقولوش ليا الطيور البنات، الطيور ماشي دياولي، ما عندي ما ندير، الطيور ديال مزاج. على العموم بحال اللي كتشوفوا حك ليا الزاجه، وخصو يحكها مزيان باش ما تكونش كتجرح، لان حنايا الجناب ما يكونش فيهم لا كادر لا حتى شي حاجه، فمن الاحسن انه يحكها لكم مزيان، طلبوا منو يحكو مزيان. حاولت انني نسرع شي شويه لا فيديو باش ما يجيكمش شي شويه طويل وممل. فبحال اللي كتشوفوا من بعد ما حكها ليا
مزيان، غنبقى نقول لكم حكوها مزيان حكوها مزيان حتى نفخصكم. من بعد ما حكينا نتوما كتشوفوا الجاج ديال 6 مليمتر غادي نديرو فيها التقابي ديال اليدين. اليدين ديوهم معاكم البنات، شريوهم وديوهم معاكم باش ياخذ عليهم العبار ديال التقيبات اللي غنتقبو. دابا حنا ما غاديش نلصقو دوك اليدين وانما غنفيكسيوهم بليفيس، فبحال اللي غادي تشوفوا غادي تراسي ليا اليدين وغادي يتقب ليا البلاصه فين غيدخلوا ليفيس، واليدين راه فيهم لي طاي، كاين لي صغار الكبار مويان، راه نتوما غادي تختاروا اليدين اللي بغيتو وديهم معاه هو غياخد القياس ديالهم وغيخدم لكم التقيبات على حسب هذوك اليدين اللي شريتو. رجعنا البنات عاوتاني من بعد ما خدينا الزاجه ديالنا بحال اللي تبعتوا معايا كيفاش خدينا الزاجه، كيفاش قطعنا الشكل ديالها وكيفاش درنا لها التقابي بالعبار ديال العبار اللي اختارينا. غنضيف كيسكوتشاها ها هي ها هي هي هذه الزاجه ديالنا اللي اختارينا بهذا الشكل هكا سداسي، والتقيبات ها هما بحال اللي كتشوفوا. خدينا الزاجه بحال اللي قلنا راه 6 مليمتر ما تنساوش. اشنو غادي نحتاجو معاها؟ غادي نحتاجو معاها الفاشيون. فاشيون غتختاروا نتوما لا كولور اللي بغيتو. المهم انا باقي حيره بين الذهبي وبين الارجنتي اولا ولا لو سيرن، يعني نحتاج يا اما فاشيون يا اما لو سيرن. غادي نحتاجو معاها صباغه ديال الطوموبيلات، صباغه ديال الطوموبيلات هادي. غادي نحتاجو لهادو لي ديدات ديال البلاطو هادو على حساب القياس، راه فيهم القياسات، فيهم الطاي الكبيره وفيهم الطاي الصغيره وفيهم الطاي الكبيره. الو غتديو هادو غتشريوهم وتديوهم معكم عند مزداج باش يقطع لكم على حساب التقابي، لان احنا غادي نفيكسيوهم ماشي غادي نلصقوهم، انا غنفيكسيهم. تقدروا تلصقوهم، غادي تمشيو عند دروبري ملي يعطيكم هادو اطلبوا ليه هادو ليفيس هنا ما عرفتش فين غنوريكم واش هنا ولا هنا. المهم هنايا هما لي فيس قصار، قول ليه عطاكم فيس قصار باش ما تتوحلوش انهم تقطعوهم من بعد. وهاد لي غونديل هادو باش يكونوا ما بين الفيس وما بين الزاج بهاد الطريقه هكذا. شوفوا شوفوا الفيس كنخشيو فيه الرونديل والزاج عاد كنخشيو في عاد نسدو هكذا شتيو. وهنا كتكون الزاجه ديالي ديال 6 مليمتر. غادي نحتاجو رجيلات مادام انا بلاطو عندي بحال هكا غير، يعني غيحتاج 4 ديال الرجلين، الا كان عندكم داير تقدروا تحتاجو غير 3. و شنو اخر؟ من بعد ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نقدروا نديرو لون اخر اللي غادي نحميو به الصباغه ديالنا. المهم انا بالنسبه لي بوغ لانستون هادشي اللي غادي نحتاج فقط صباغه ديال الطوموبيلات كدير 6 دراهم ماشي شي حاجه غاليه. هاد الرجيلات انا خديتهم هادو 5 دراهم الوحده، ولي ديدات هما 5 دراهم الوحده. هاد لي غونديل وهاد المسامر كيعطيهم لكم معاهم، والزاجه حسبها ليا ب 20 درهم. اتفقنا؟ يلا مباشره نبداو في العمل ديالنا. فوالا البنات هادي هي الرشمه اللي اختاريت انني ندير ان شاء الله في هاد البلاطو. عندي الورقه شوفوا هانتوما خديت الورقه وقطعتها على حساب ديال البلاطو هانتوما شتيو، ما ديوش على الروينه راني في المحل وهكذا كنخدم. فوالا تراسيت النص الوسط، هانتي نوريكم تراسيت النقطه الوسطانيه ديال البلاطو، يعني قسمت هذا الاسباس على جوج وهذا الاسباس على جوج باش يعطيني النص. وغادي نتراسي مادام هذا الرسمه عندي سيميتريك يعني متماثله، غنجي غنحط هاد لو بوين هاد لو بوين اللي عندي غنجي نحطو هنا في الوسط فوالا، وهاد الخط
غيكون ماشي انا قديت شوفوا النقطه في الوسط والخط نيشان مع الرشمه وغادي نتراسي النص ديال الرشمه غير النص ومن بعد غادي نتراسي النص الاخر ملي غنتني الورقه على جوج هكذا صافي يلا رشمو ويلا نبداو الخدمه. فوالا انا من بعد ما تراسيت النص حتى هادشي كان ممكن انني ما نتراسيش المهم باش نكمل غنتني الورقه ديالي على جوج هكذا وغنحط هاد الوجه اللي خاوي على البابي كربون بهاد الطريقه هادي وغادي نرجع نتراسي داكشي كاع اللي غنتراسي غيتتراسى ليا من التحت وبالتالي غادي نحصل على رشمه كامله. Les calculs qu'a réalisés le docteur Serger sont justes. L'Empire est à la bourre. فوالا نشوفوا هاد البارتي لي تراسينا ها هي كيفاش تتراسات من الجهه الاخرى غنستمر حتى نكمل الرشمه ديالي كامله وندوزو للتطبيق. فوالا الرشمه هي هادي من بعد ما خديناها انايا قلت لكم الورقه مقطعه على حسب البلاطو درت الرشمه ديالي في الوسط ودرت هاد السليته هادي في الجناب وغنبدا نطبقها بالفاشيون بحال اللي كنا شفنا في الدرس السابق كيفاش كنخدمو بالفاشيون غنبدا من الفوق ونهبط لتحت باش ما نحطش يدي ولكن قبل ما نبدا ضروري ان الزجاجه ديالي تكون نظيفه تماما وناشفه تماما يعني نقيه وناشفه هلا وعاد غادي نبدا انا اختاريت نخدم بالارجنتي وانتوما تختاروا باش ما بغيتو الذهبي راه كيجي فن انا راه شريت اليدين على اساس غنخدم بالذهبي ومني اختاريت انني ندير الزرق على حسب التلمطات اللي عندي في البيت قلت غندير معاه الارجنتي دائما بحال اللي قلت لكم كنخدم وكنمسح فوالا وهنا ما بيناتهم غندير واحد ربعة ديال النقيطات فوالا نفس الشيء غادي نديرو كامل وغادي نرجع نتراسي العمل ديالي بالنسبه للتراساج راه يقدر يكون تيبان لكم نتوما بلي انا ما كنتراسيش نيشان فوق الرشمه لان الجهه ملي كتشوفوا نتوما ماشي هي الجهه اللي كنخدم منها انا ولان الزاجه غليظه فهذاك الغلط هو اللي كيبين داك الديكالاج ما بين الرشمه وما بين الزاجه ولكن هي راها
كنمشي معها نيشان فوالا غنطراسيها كلها بهذه الطريقه. ودائما بحال اللي قلت لكم كنمشي ضد الاتجاه اللي كتحط فيه الفاشيون، داكشي علاش كتشوفوني بعض المرات كنقطع واحد الخط هنا غادي نستمر حتى نتراسي الرشمه ديالي كلها. هاد لاكولوغ اللي كنخدم بها سيلفر غليتر، الرقم ديالو 25401، فاشيون ارجونتي فيه لي بايت ارجونتي. فوالا غنستمر مع الرشمة كاملة ان شاء الله، وغادي نرجعو باش غادي نعمرو هاد لي زيسباس، مغيبقاش لنا لي زيسباس خاويين، الرشمة كلها غتكون عامرة بالفاشيون، مغاديش تكون غير مطراسيه خاويه. نكمل التراساج ونرجعو مع بعضياتنا. فوالا هي هادي من بعد ما طراسيتها كلها، غادي نخليها حتى تنشف وعاد نبدا نعمر ليها لداخل، حيت الا بديت كنعمر لها داخل والفاشيون كيخرج غليظ غتخلط ليا الزواقه كامله. اللهم نخلي حتى ينشف ليا الكونتور اللي غيشد ليا الفاشيون الاخر ما يديعش، وعاد ان شاء الله غنبداو نعمرو. خليكم معايا. فوالا ها هي من بعد ما بدات كتنشف، مازال ما شفاتش كومبليتوم، ما عنديش الوقت نخليها تنشف بزاف، راني شفتها شويه غير بالسشوار. غنبدا نعمر شي بليسات نديرهم عامرين، شي بليسات نديرهم خاويين، بحال مثلا هذا الشكل، هذا الدخلاني هذا غادي نعمرو. فوالا هي من بعد ما شفات، ما هي ناشفه دابا، غادي نحتاج جوج صباغه ديال الطوموبيلات، خديت الكحل، ها هو، أوتو، هي، سبونجا عادية، وغادي ناخدو منها، طريف اللي غنخدمو به. Thank you.
الشكل ديالو من بعد ما نشف. نشفات ليه الكره ديالو تماما، ها هي راه ناشفه تماما. دابا لصقت ليه اليدين بليفيس، هنا خليت واحد اليد ما لصقتهاش. هانتوما هنايا شوفوا كيفاش كتلعب، هانتوما شوفوا، حيت ما درت ليهاش هذوك لي غونديل هادو اللي وريتكم داك النهار، هادو ضروريين باش ما يبقاش اليد كتلعب. فغندي فيسي هذا، وغادي نخشي فيه واحد جوج دغونديل اولا على حسب اليدين اللي عندكم. انا جوج ديال لي غونديل هما راه كيفيكسيو ليا مزيان. فوالا شوفوا دابا ها هي، الا حسيتو بهم باقي تيلعبو تقدروا تزيدو لي غونديل على حسب باش ما يبقاوش باقيين تيلعبو. بالنسبه لهذوك الرجيله تقدروا تلصقوهم بالكولا اغالديت اللي كنت وريتكم في، لا ما وريتكم والو، وكنت حطيتها في الفيديو في قناتي الاولى ديال مدام لمياء. غادي نخلي لكم السميه ديال لاكول، سميتها اغالديت، فيها جوج ديال لي توب. فوالا انا غنفيكسي هذا الشيء، ومن بعد غادي نلصق هاد الرجيلات. هاد المره غادي نحاول انا نلصقهم فقط بالكولا سبيسيال، ها هي كولا سبيسيال مع الشمع. غادي نخلط الكولا سبيسيال والشمع وغادي نلصق الرجيلات ديالي بالربعه ديالهم، ونشوفو الشكل النهائي اشنو غيعطينا ان شاء الله. ما تمشيو فين باش نشوفو الشكل النهائي.